لكي أضع تصورا مهنيا كما أرى، لكي نستخدم هذه الأدوات داخل غرف الأخبار وندمجها في العمل اليومي عشان تسرع الأداء وعشان تحسن فعالية الصحفيين. ولكن لن ننتج نصا كاملا ولن ننتج صورة إلا بشروط. فهذه دي المسألة. لأنه مثلا أنا أقول لحضرتك حاجة، وان إفرا الاتحاد الدولي للنشر الصحف نشر أول استطلاع رأي في مايو 2023 عن هل غرف الأخبار بتستخدمه ولا ما بتستخدموش. طلع في 100 غرفة أخبار إن حوالي 49% بيستخدموه، يعني النص تقريبا، نص من يستخدم يعني النص. وإن القادة بتوع غرف الأخبار هم اللي عايزين يستخدموه أكتر من الصحفيين نفسهم. الصحفيين مش عايزين يستخدموه ليه؟ خايفين من فكرة الحلول، فكرة التأثير على يعني التوزيع، تحل الآلة محل الإنسان. الله يعني بالضبط بالضبط. فالناس بقى خايفة، لكن هي الفكرة في الأساس إن أنا بشوف إن لن يحل محل الإنسان. ده عمل صحفي في روح الإنسانية، في اللمسة الإنسانية، في مشاعرنا، في تفاصيل. حتى لو إحنا لن نكتب بذاتية، ولكن لما هل هو ممكن هذا الروبوت أو أي كان الشكل الروبوت اللي هينزل على الأرض ده، هل هيقدر ينقل حدث زي ما ينقله إنسان، يشوف الناس ويحس بيهم وينقل المكان وريحة المكان وأجواء المكان ولمسة إنسانية؟ مستحيل. هو في النهاية آلة. بالضبط بالضبط. ولكن طبعا الفكرة المخاوف طبيعية ومبررة. فعشان كده الفكرة دايما التكنولوجيا لها وجهين، وجه مضيء ونافع، وفي وجه تاني مظلم. وزي ما شفنا طول الوقت علاقتنا بمواقع التواصل الاجتماعي بتبقى جيدة جدا أحيانا، وتبقى متعلقة بالتواصل مع الناس والتعارف وأمور كتيرة جيدة، لكن في الناحية في الجهة الأخرى بتستخدم في تصفية خصوم وفي استقطاب سياسي وأمور كتيرة جدا جدا مضرة بالمجتمع وهكذا. فقصدي في النهاية إن عشان كده بنتكلم على إن الذكاء الاصطناعي التوليدي ده لابد أن ينظم، والعالم كله بيتكلم على كده. حتى الناس الصانعين هم بيقولوا تعالوا نظمونا، وفي مجهودات كبيرة في القصة دي بتحصل، لدرجة إن هم لما استدعوهم في الكونجرس، ولسه سام إلتمان اللي هو ملك أوبن AI بيقول إن إحنا عارفين إن في مخاطر، خلاص يبقى إحنا لازم ننظمها، تعالوا نظمونا. وكل شركات التكنولوجيا بتقول في بشكل علني تعالوا نظمونا. إحنا طبعا أطلقنا، يعني هم بشكل ما الأشكال أطلقوا مارد، ولكن هذا المارد لابد أن ينظم. لكن أنا هنا بعمل إيه؟ هنا أنا بعمل لما ببص عليها من منطق مهني، أنا ببص إن أنا لأ، أنا ممكن أخد التكنولوجيا دي أو الأداة دي أو التول دي، إن أنا أعرف مثلا كان الصحفي اللي عندي نسخ المادة بتاعته ولا مش نسخها، واخدها من عند الدكتورة ولا واخدها من عند حد تاني، هل المادة دي أصيلة وفريدة ولا مادة منتحلة من جهة أخرى أو من مكان آخر وهكذا. فقصدي كمان في جزء جيد في المسألة، ولكن احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نبتعد عن الجزء الظلامي في هذه القصة، أو جزء المظلم اللي هو متعلق بفكرة الاستخدام من غير رشادة واستخدام من غير مسؤولية. مساء الخير، أنا زينة، أول مذيعة تعمل بالذكاء الاصطناعي في المجتمع الجامعي. انتظرونا وتغطيات حصرية ومختلفة ومنافسة لكل مقدمي البرامج من البشر. هو في النهاية اختراع، وبالتالي احنا يعني مع يعني معرفتنا بالعالم وبالسنوات التي تمر مش هنقدر نقف قدام اختراع ما. صعب صعب صعب. طبعا صعب. في حتميه تكنولوجيا لا مفر منها، ولكن المفترض ترشيد استخدامه اللي حضرتك بتقصده. بالضبط، استخدام مسؤول. الاستخدام المسؤول ما بيكونش غير بادله اجرائيه واخلاقيات، واحنا من مهنتنا دي بيحكمها معايير واخلاقيات. لو استبعدناها تبقى مشكله كبيره. يعني انا ما اقدرش اكتب دلوقتي من هي دكتوره دوريه شرف الدين فتطلع لي النتيجه فاخدها انشرها كده كما هي. لا، المعادله كده، انسان الاله بتساعده بيراجعها الانسان.